السلام عليكم. انك تفوز على النادي الرياضي الصفاقسي مهما كانت وضعيته ممتازه متوسطه وضعيه صعيبه، انك تفوز عليه في ملعب الطيب المهيري، هذا عنده معنى كبير، والمعنى اكيد باش نحكيو عليه في حلقه اليوم. بالطبيعه نحكيو على مباراه الترجي الرياضي اللي فاز اليوم لحساب الجوله الخامسه من مجموعته الثانيه، فاز هدف لصفر، هدف الدقائق الاخيره على النادي الرياضي الصفاقسي، هدف البرازيلي يانساس. تفوز على النادي الرياضي الصفاقسي مع مدربه جديد نبيل الكوكي اللي نحب ولا نكر، وعطى روح جديدة للفريق، عطى روحة انتصارية، هذا كيف كيف عنده معنى انك تفوز على النادي الرياضي الصفاقسي اللي بدأ بداية ممتازة. نحكيه على 3 انتصارات متتالية، هذا ليس بالأمر إلا الهين، وخاصة انك تفوز على النادي الصفاقسي اللي كما قلنا بدأ بداية ممتازة وبعد عثرة، نحكيه على هزيمة، يعني النادي الرياضي الصفاقسي اللي تخلى في سلسلة الانتصارات، الهزيمة ما تنجم كان تزيدوا عزيمة، يقول لك ما يلزمنيش نزيغ على سلسلة الانتصارات والطريقة الصحيح، مهما كان المنافس اللي باش نفسوه اليوم في ملعبنا في ملعب الطيبة المهيري، ماناش باش نساوم على 3 نقاط، ومع هذا الترجي الرياضي التونسي يفوز عليه ما نجمو كان نقولوا حاجة واحدة. الترجي الرياضي حاضر، وحتى لو كان مش حاضر 100% وصل المستوى، وصل لدرجة معينة انه قادر ينافس الاندية اللي تراهن على البطولة الموسم الحالي، نحكيه على النجم الساحلي، نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الافريقي. ومن حسن حظ الترجي الرياضي انه مستوى قاعد يتحسن ومتزامن في نفس الوقت مع النتائج الايجابية، النتائج اللي تخلي المدرب معين الشعباني يخدم باكثر اريحية. قبل ما نحكيه على الملعبية ونحكيه على مستوى الفريقين، نرجعوا للهدف اللي سجله اليوم الترجي الرياضي. المهاجم الجديد اللي جاي بري جاي سلف من مستقبل سليمان، اللاعب صاحب 19 سنة، كيف طلع وعمل ديفياسيون بالراس، الكرة تمشي لشكون؟ تمشي لمحمد وائل الدربالي، كيف كيف بالراس لشكون؟ لليان ساس، يعني منه كنترول ومنه يحضر الكرة متاعو، هدف صراحة ممتاز، هدف في برشا خبرة، هدف يأكد انه اللاعب هذا جمهور الترجي الرياضي الموسم الحالي باش يشيخ معاه، يعني الهدف اللي سجله اليوم الترجي يعتبر صناعة انتدابات الموسم الحالي 100%، محمد وائل الدربالي انتداب الموسم الحالي من أولمبي البيجي، يانساس كيف كيف، ونزيدوا عليها ما المهاجم الشاب من مستقبل سليمان. يعني الانتدابات النجم نقولوا عليها إلى حد الآن بنسبة كبيرة، بنسبة 70-80% ناجحة، لأنه أومارو قاعد يقدم في إضافة، قاعد يقدم في مستوى نوعا ما محترم، لكن إلى حد الآن ما وصلش لتطلعات جماهير الترجي الرياضي والمستوى اللي كان يقدم فيه مع الاتحاد المنستيري. يانساس المدافعين متاعنا مستنسين بمهاجمينك اللي كي يعمل كنترول على بلاصته، ويتخض هو بيدو كنترول، يقف يدز الكرة بالسيف، يمكن تضرب له في القصبة، يعني المدافع الادفرسير يستنى في فك الكنترول هذاك باش هو يعمل كنترول متاعه، هو تك يا تاك يخول الكرة ويمشي على روحه، ويقع قدامه ملاعبي برازيلي بأتم معنى الكلمة، يستنى فك الكنترول، لا تك كنترول ومنها دزها، حضر الكرة قدامه، يعني من الكنترول يفسخ مدافع النادي الرياضي الصفاقسي ويمضي على هدف انتصار الترجي الرياضي التونسي. يجي تشوف التشكيلة اللي بدأ بها الترجي الرياضي التونسي، تلقى اليوم في حراسة المرمى مميش فلاكس، محمد أمين توجاي وياسين مرياح، على اليمين بوشنيبة بن حميدة، على اليسار ثلاثي وسط الميدان متكون من العايب تقاء الدربالي، وثلاثي الهجوم يانساس محمد أو حسام الدين غشة ومحمد علي بن حمودة. تقول محمد علي بن حمودة اليوم متواجد في التشكيلة الأساسية، أمر عادي جدا بما أنه رودريغيز إلى حد الآن مازال محضرش، وكيبا سو كما قلنا المهاجم القادم من مستقبل سليمان مازال ممكن مش حاضر، مازال مش متأقلم مع أجواء البطولة، مش متأقلم مع أجواء الترجي الرياضي، وخاصة أنه الترجي اليوم يواجه في فريق عنده ما يقول في روحه، نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي على أرضه أمام الجماهير. ولكن بعد هو نزول كيبا سو صراحة، ريت اللي عملوا في الوقت اللي لعبوا اليوم ضد النادي الرياضي الصفاقسي، البنية الجسمانية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش نحكيه على توغولي أديبايور، يعني
كيباسو عارف كيفاش يستغل نقطة القوة نتاعو واللي هي تتمثل في البنية الجسمانية، ركح دفاع النادي الصفاقس. يعني اللي عمله المهاجم هذا صاحب 17 أو صاحب 19 سنة في الربع ساعة ولا النصف ساعة اللي لعبهم ما عملوش محمد علي بن حمودة تقريبا الموسم فارت الكامل وإلى حدود الجولة الخامسة من البطولة الوطنية، يعني إلى حد الآن بوادر نجاح للمهاجم هذا، يعني قادر انه مهاجم ممكن قادر مش حتى انه يفتك مكان محمد علي بن حمودة، لانه حتى لو مستوى كيباسو اليوم مستوى متوسط اكيد ومما لا شك فيه باش يكون افضل من مستوى محمد علي بن حمودة، لكن المهاجم هذا لو يكمل علي شفناه اليوم ضد النادي الصفاقسي راهو قادر باش ينافس رودريغيز على المكان في التشكيلة الأساسية في هجوم الترجي الرياضي. ما نقطة اليوم لاحظتها في دفاع الترجي الرياضي عكس المعتاد، نحكيه على لاكس، نحكيه على ياسين مرياحة، المنتخب التونسي محمد أمين توغاي، المنتخب الجزائري، يعني نحكيه على زوز مدافعين كل مقابلة يهبطولها يهبطوا بالأسماء متاعهم، تحسك الثقة الكبيرة في النفس عبارة على كانافارو وناس تهبطين مع بعضهم، إلا وتصير كوارث إلا ويقبل دفاع الترجي الرياضي أهداف بدائية. اليوم نحاول أسماء متاعهم تكاوا على جنب ولعبوا بجرينتا كبيرة ولعبوا بقلايب، شفناهم متنسقين، ممكن لو لعبوا بالمستوى أو بالعقلية اللي مستنسين يلعبوا بها ممكن اليوم دفاع الترجي الرياضي يقبل زوز ثلاثة أهداف. يكهو معناها الترجي الرياضي حكينا عليه، نمروا للنادي الرياضي الصفاقسي أكيد لا، كيفاش حكينا على الترجي الرياضي التونسي من غير ما نحكيه على مميش الحارس المرمى الممتاز اللي اليوم منع الترجي الرياضي، اليوم كتشوف تسديدات متاع شادي الهمامي متاع زوز أهداف، كيفاش يتصدى لهم؟ ممكن اليوم النادي الصفاقسي كان يتقدم في نتيجة هدف هدفين لصفر ويصعب المقابلة على الترجي الرياضي ويروح بنقاط الانتصار، لكن يلقى أمامه حارس مرمى شاب، حارس مرمى كليل كف باهي وقت اللي المقابلة الفارتة والمقابلة اللي قبلها قبل أهداف بدائية، قبل أهداف تحس متاع حارس مرمى خذاق ثقة في روحه ماشي في باله شكري الواعر، كف صغير يرجع محمد مميشة للسكة الصحيحة. اليوم قدم مقابلة بطولية، اليوم النجم يقولوا عليها رجل المقابلة أقل قليل، اليوم النجم يقولوا عليه كان أفضل لاعب من جانب الترجي الرياضي التونسي. وقت اللي تشكر حارس مرمى يعني الفريق المنافس قدم أخلق فرص سانحة للتسجيل، اليوم النادي الرياضي الصفاقسي أخلق فرص سانحة للتسجيل، كيف ما نهزم اليوم كان قادر أو كان نجمه حتى نقوله أقرب للانتصار من الترجي الرياضي التونسي، لأنه فرص النادي الصفاقسي كانت أوضح من فرص الترجي الرياضي التونسي وأكثر من هكا كانت أكثر من فرص الترجي الرياضي التونسي، لكن انتصار الترجي اليوم بالخبرة الملعبية، انتصار الترجي اليوم بالجرينتا وبالمقابلة الكبيرة اللي قدمها مميش. ولهنا نحب نقول نقطة، النادي الصفاقسي كانت أموره واضحة بداية الموسم، مثلا ماش مشاكل ثلاثة انتصارات من اللي ولات فيها لغة نبيل الكوكي يجدد عقده وما يجددش، يحب يجدد ما يجددش، إلا وصارت المشاكل في النادي الصفاقسي زوز هزائم متتالية ترجع النادي الصفاقسي خطوتين إلى الوراء. حلقتنا اليوم وفات، ما نجمو كان نقوله في ختام الحلقة، كان حظ موافق للمنتخب التونسي، حظ موافق للاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية وفي الدوري التونسي. تحية تونس، عيش تونس، كنا تونس وسلام.